المساعدة يوجد رافق من هناك على الجهة اليسرى، البحث على المراوغة يبدو لي من والي، يعود يرجع للوراء لناحية قاسم مهدي، رفيق طلب الكرة بالفعل وصلها لمشهود، راح يرفع كرته أو يسد توزيعة تسديدة والعارضة، تسديد حشود العارضة تردها بقوة، فرصة أخرى للمولودية ولكن عن طريق حشود، دائما حشود ما عندوش الحد نقدر نقول في التسديدة الثانية هذه المرة العارضة النابتة على الخضيرية، تبقى لمصلحة المولودية توزيعة جانبية هذه المرة جانبية، حشود هنا وكأنه غير محدود يرتكز على اليسرى ويسدد باليمنى، الكرة انتطمت باللاعب لقرع ثم العارضة أنقذت خضيرية والوفاق وتفوت الفرصة على المولودية لتقليص الفارق. يعني حشود يحاول يعني بحملاته الهجومية المعروف بها عموما لحد الآن أعتقد أنه أفضل من بقية زملائه، لأنه يعني له الدور الدفاعي ويقوم بدور هجومي وهذا يعني يحسب له شيء إيجابي، ولكن سيرهق اللاعب يعني في هو بدون شك يذكر أنصار الوفاق بالموسم الذي تألق مع الوفاق، الدور الذي كان يقوم به هنا في سطيف عندما كان يلعب مع فريق وفاق سطيف. نتمنى أنه لاعبي المولودية على شاكلة اللاعب حشود ينطلقوا بشكل مكثف ويحاولوا يلعب بشكل انسجامي يعني كرة مع بعضهم حتى يمكنهم أنهم يوصلوا إلى منطقة الوفاق ونشوف وجه مغاير إن شاء الله لفريق مولودية الجزائر. إنهم شوف اللاعب لما انطلق عنده كامل المساحة والتسديدة كانت عنده المساحة الزرارة هنا كان وعده تقريب بعيد عن اللاعب من المولودية تقريب مسافة كبيرة رشيد. يعني لاعبين المولودية لا يقومون بالرقابة اللصيقة ويتركون نوع من الحرية للاعبي الوفاق، وهذه الحرية تعطي لاعبي الوفاق يعني مساحات يمكن استغلالها بشكل جيد. وصعود من هناك زغدان يصدوا الكرة ما يتمكنش منها والي، الحكم يقول فيه خطأ أو اللاعب من ضيع هذه الكرة يبدو لي ياشير هو الذي ضيع هذه الكرة أو جاليط، والحكم يقول فيه خطأ في منطقة وفي مكان سانح لحشود هذه المرة، وكأن التسديدات أصبحت سلاح قوي عند حشود خاصة عندما تكون على مقربة من هو يعرف زملاء السابقين في الوفاق ويعرف أيضا كما قلنا في البداية معالم أرضية الميدان جيدا في الوقت اللي فيه المضايقات في الكرات الثابتة شيء حتمي في كرة القدم للتضييق على الخصم رشيد، شيء طبيعي مثل هذه الكرات. هل سيسدد؟ بشك حشود من أروع ما يكون من حشود، من أروع ما يكون من حشود، تسديدة ولا أروع ولا أحسن من هدف حشود في هذه الدقيقة في الدقيقة 34، حشود من أروع ما يكون، من أجمل ما شاهدنا في البطولة الوطنية لحد الآن منذ بداية الموسم، حشود وبروعة كبيرة يتمكن من مباغتة الخضيرية ويعيد البسمة والأمل لأنصار المولودية بالمدرجات. حشود هدف رائع جدا، العلامة الكاملة لحشود، شكرا لك حشود، التسديدة ممتازة رائعة جدا وهدف حشود رائع جدا، باغت الحارس خضيرية لما قلت شكرا لحشود على روعة الهدف وجمالية الهدف، هدف رائع والمولودية تقلص النتيجة وفرحة الأنصار. إذن بعد مرور 35 دقيقة مباراة هيتشكوكية لحد الآن رشيد، مباراة في القمة، قمة في الحماس، قمة في التنافس، هدف أكثر من رائع صراحة، قمة، هدف أعاد لنا وأحيا في أنفسنا كرة القدم العالمية، يعني صراحة قذفة في المستوى، هدف رائع. وثالث محاولة لحشود أثمرت هدف، التسديدة الثالثة جاءت بها، الثالثة كانت هدف، أتمنى حتى عناصر الوفاق عرفوا قوة حشود في التسديدات. نعم يعني نتمنى لكن قوة التسديدة اخترقت الجدار واستقرت في الزاوية المحصورة. لا يمكن لأي حارس في هذه الوضعية أن يمسك هذه الكرة، كانت مسددة إلى أقصى درجة، هدف أكثر من رائع. معادة مرة أخرى في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية، في الزاوية صعبة جدا. أتمنى أننا نشوف خضيرية تعلق في سد التسديدة الأولى ولكن التسديدة الثانية كانت صعبة، حشود وراء كل كرة ثابتة رفع كورته في القائم الثاني، من هناك في عدد كبير من عناصر الوفاق وأيد المولودية داخل منطقة العمليات، الكرة مرفوعة مرة أخرى في القائم الثاني الرأسية، ماذا يقول الحكم؟ يقول فيها ركنية،
ركنيه الخضيريه العائد بقوه يتالق الحارس الدولي للوفاق. هذا الهدف سيعطي حوافز اضافيه للاعبي المولوديه من اجل تعديل النتيجه. وحشود في تنفيذ كره ثابته اخرى وركنيه. الوفاق استفاد بعد كبير من العفو المولوديه استفاد بعد كبير من الركنيات. كرة مرفوعة رأسية وتدخل الدفاع من بن عبد الرحمن على ما يبدو لي بعد الكرة نهاية حشود يبحث عن المساعدة يرفع كرته غير تماما من هناك رفيق قاسم مهدي طلب الكرة وصلته يرفعها وتدخل بن عبد الرحمن ثم بصعوبة دمو تبقى للمولودية اللي تحاول تضغط الآن على الوفاق في منطقته. الحكم يقول فيه خطأ للمولودية ولحشود. قلت المولودية تحاول تقدم الآن وتضغط على منطقة الوفاق.